بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات الكلية العربية تخصص تمريض مستوى ثاني، نستكمل محاضراتنا في علم التغذية للمهن الصحية. حنتكلم اليوم عن الووتر، صفحة 48. نتكلم عن حقائق عن الووتر، فاكتورز او فاكتس اباوت ووتر، حقائق عن الماء. humans can live about 10 weeks without food، ممكن الانسان يقعد 8 اسابيع بدون اكل، لكن one can live only few days without water، لا يستطيع العيش او يستطيع العيش لايام معينه، لايام قليله بدون ماء. يعني الانسان ممكن يعيش 8 اسابيع بدون اكل، لكن بعيش الأيام بدون ووتر. ووتر is in all body cells، الماء موجود في كل خلايا جسمي. الماء قديش نسبة الماء من الوزن الكلي للجسم؟ الماء في الجسم يسجل من 50 إلى 60% من وزن الجسم، لكن في الأطفال أكثر. percentage النسبة is highest in newborns decrease، أو percentage is highest in newborn. النسبة بتزيد، يعني 70% من وزن الطفل ماء، و 80% من وزن النيوبورن ماء. مع تقدم السن كل ما يكبر الإنسان بتقل نسبة الماء بالنسبة للجسم. يبقى 50 إلى 60% من وزن الجسم وحجم الجسم من وزن الجسم ماء للإنسان البالغ، لكن الأطفال أكثر من هيك، 70 إلى 80% من وزن الأطفال ماء. الماء اللي في الجسم بتقسم لقسمين، تو بيزك كومبارتمنتس. الماء اللي داخل الجسم بنقسم لقسمين، انترا سيلولار فلويد اللي هو داخل الخلايا، واكسترا سيلولار فلويد خارج الخلايا. يبقى الانترا سيلولار فلويد هو الاكثر، انترا سيلولار فلويد اي سي اف قديش بيمثل؟ 65% من مجموع السوائل اللي في الجسم. يبقى لو جاك سؤال مين اكثر، الانترا سيلولار فلويد ولا الاكسترا سيلولار فلويد؟ انترا سيلولار فلويد از مور ان بيرسنتج ذان اكسترا سيلولار. يبقى 65% من الماء اللي في الجسم انترا سيلولار، اكسترا سيلولار فلويد اي سي اف اللي اوتسايد ذا سيلز خارج الخلايا تسجل 35% اوف بودي اوف توتال بودي فلويد. هذا اللي هو 35% اللي في الاكسترا سيلولار مقسوم قسمين، انترا فاسكولار داخل الاوعيه الدمويه اللي هي البلاد ستريم، وانترستيشيال بين الخلايا. الاكسترا سيلولار فلويد توزع الى انترا فاسكولار فلويد داخل الاوعيه الدمويه اللي البلاد ستريم ان ذا بلاد ستريم، وانترستيشيال فلويد بتوين سيلز. طيب الانترا فاسكولار بتصير 9% بس، لكن الانترستيشيال بتسجل 26%. مش قلنا الاكسترا سيلولار فلويد 35، 9% انترا فاسكولار و26% انترستيشيال. What are the functions of water؟ ايش فوائد الماء؟ Major component of blood plasma، مكون رئيسي او اكثر المكونات او اجزاء اكثر مكونات البلازما. Major component of blood plasma. solvent for nutrients and waste products، تذاب في الماء، تذاب في العناصر الغذائية والمخلفات، تذاب في اللي هو الفضلات، او بتمشي فيه او بتصير فيه او ناقل لي nutrients and waste products للعناصر الغذائية والفضلات. necessary for hydrolysis of nutrients، مهم وضروري للتحليل المائي، تحليل المائي للعناصر الغذائية. hydrolysis of nutrients، تحليل المائي للعناصر الغذائية. essential for metabolism، ضروري للتمثيل الغذائي او الايض. lubricant in joints and digestion، ملين ومزيت للمفاصل والهضم. cools the body through perspiration، يبرد الجسم او يلطف درجة حرارة الجسم من خلال العرق اللي هو perspiration. provide some mineral elements، بيعطي الماء، موجود في الماء بعض اللي هو الاملاح
زي الفلورايد. What are the sources of water? Drinking water is the best source. الماء الشرب هي أفضل مصدر. Beverages are second best source. Beverages المشروبات بشكل عام. Other sources include. يبقى أكثر وأفضل وأكثر عن المصادر drinking water ماء الشرب. ثم beverages المشروبات are second best source. Other sources include المصادر الأخرى fruits, vegetables, soaps اللي هي الحساء أو المرقة بنقول عنها أو الشوربة, milk and gelatin desserts اللي هو الحلوى الجيلاتين. Energy metabolism produces water يعني تتمخض عن اللي هو التمثيل الغذائي للطاقة water يعني غذاء مع الأكسجين. بس فيتامين بي بعطينا CO2 ثاني أكسيد الكربون وبعطينا بخار الماء اللي هو الووتر. طيب لو قلنا احنا قديش نوزع قديش الانسان بياخذ سوائل في اليوم من وين؟ Estimated daily fluid intake for an adults تقدير كمية السوائل. الانسان كل يوم بياخذ 1500 سنتي من المي بكون بخدها بطمه 1500 ملي بتيوم ما يأخذ عن طريق الفم. الماء الموجود في الطعام يسجل 700 ملي. الماء الناتج water from oxidation الماء الناتج عن الأكسدة 200 ملي. توتال مجموع ما ذولا قديش 2400 ملي أو 2400 سنتي. يبقى الإنسان بيأخذ كل يوم بلزمه 2400 ملي ماء موزع كالتالي 1500 من الماء اللي بيشربه 700 من الماء الموجود في الطعام 200 من الماء الموجود على الأكسدة مجموعهم 2400 ملي. نيجي للفلويد اند الكترولايت بالانس توازن الأملاح والسوائل. فلويد اند الكترولايت بالانس توازن الأملاح والسوائل. الكترولايت اتفقنا احنا الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد صوديوم بوتاسيوم كلورايد. طب الكلورايد تقاس بيش؟ أداة قياسها ملي كويفلنت ام سمول اي كابيتال كيو سمول بير ليتر. يبقى ملي كويفلنت بير ليتر. الماء هذا ممكن يكون سنسبل او انسنسبل يعني سنسبل نوتسبل يعني مرئي بنشوفه او انسنسبل غير مرئي بنشوفوش بعين مجردة. سنسبل ووتر لوس اللي بنشوفه فقدان الماء بتم من خلال البول وهذا بنشوفه سنسبل. انسنسبل ووتر الماء اللي بيفقد من خلال البراز. انسنسبل او انوتسبل ووتر لوس ان فيسز برسبيريشن العرق اند ديسبيريشن التنفس. ويست بروس اوف ميتابوليزم اكسكريتد ان ذا فورم اوف يورين المخلفات الناتجة عن الأيض تفرز على شكل بول 500 ملي أوف ووتر إتش دي 500 ملي بول كل يوم أو 500 ملي ووتر في البول كل يوم. تابع الإلكترولايت الإلكترولايت فلويد أند إلكترولايت بالانس سليوت. ايش معنى سوليوت اللي هو المادة المذابة substance dissolved in the solution. ايش معنى osmosis اللي هو ضغط الاسموزي او الاسموز او الاسمورية الاسموزية. water flows from the side water flows from side with the lesser amount of solute to the side with a greater solute concentration. يبقى الماء بينتقل من الوسط اللي أقل تركيز من المادة المذابة للوسط الأكثر تركيز في المادة المذابة. Water flows from the side with the lesser amount of solute. الماء بينتقل من الوسط اللي أقل تركيز في المادة المذابة أو أقل تركيز في الملح إلى الوسط اللي فيه أكثر تركيز في المادة المذابة. ايش الالكترولايت صوديوم بوتاسيوم كلورايد هذه منتين the balance between intracellular and extracellular fluid. هذا الامر سؤال مهم انه الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد هذه بيقول عنها الالكترولايت
هذه تحافظ على التوازن بين الانتراسيلولار والاكستراسيلولار فلويدز. يبقى صوديوم كلورايد اند بوتاسيوم مينتين ذا بالانس بين انتراسيلولار اند اكسترا سيلولار فلويدز. بوتاسيوم از ذا برينسيبال الكترولايت ان انتراسيلولار فلويد. يبقى الملح الرئيسي في الانتراسيلولار هو البوتاسيوم، ذا برينسيبال اساسي او رئيسي. The principal potassium is the principal electrolyte in the intracellular fluid. هذا مهم سؤال امتحان. والصوديوم is the principal electrolyte in the extracellular fluid. والصوديوم هو الملح او المهم في الاكستراسيلولار. يبقى ايش؟ البوتاسيوم وين بتركز؟ في الانتراسيلولار. طيب والصوديوم في الاكستراسيلولار. دير بالنا. بوتاسيوم is the principal اساسي او رئيسي الكترولايت ان انتراسيلولار فلويد. صوديوم از ذا برينسيبال الكترولايت ان اكستراسيلولار فلويد. اوزماليتي ميجرز بارتيكلز ان سوليوشن. اوزماليتي تقيس بتقيس اللي هي درجه التركيز المحلول، يعني اوزماليتي بتقيس البارتيكلز ان ذا سوليوشن اللي هو درجه التركيز او اجزاء الماده المذابه في المحلول. درجه التركيز المحلول اوزماليتي اللي هي ترك التركيز درجه التركيز المحلول. اوزمولتي ترك ميجرز بارتيكلز ان سوليوشن. الاوزمولتي بتقيس درجه تركيز الماده المذابه، درجه تركيز المحلول او عدد زيادات الماده المذابه لكل كيلو جرام. طيب when electrolytes in the intracellular extracellular fluid are increased، لما بتكون الاملاح في الاكستراسيلولار زياده بتزيد، ايش بصير؟ intracellular fluid moves to the extracellular fluid to equalize the concentration of electrolytes on both sides of membrane. طيب نحكيها بالعربي، لما الاملاح بتكون زياده في الاكستراسيلولار فالماء بتسحب الماء من الانترا ايش؟ سيلولار، مشان تركيز الاملاح يكون في متعادل في الوسطين الانتراسيلولار والاكستراسيلولار. When electrolytes in intracellular fluid are increased، لما الالكترولايت في الانتراسيلولار بتزيد، intracellular fluid ها بتسحب او الماء ايش؟ بينسحب من الانتراسيلولار fluid moves to the extracellular fluid to equalize the concentration of electrolytes on both sides of the membrane reduces the amount of water in the cells. وهذا ينتج عنه نقص في كمية الماء في الجسم. يبقى لما يكون تركيز الأملاح الإكستراسيلولار أكثر من الإنتراسيلولار بنتقل الماء من الإنتراسيلولار للإكستراسيلولار وبالعكس. هايبوثالامس ستيميوليتس بريتوتري. الهايبوثالامس موجود في البيتوتري جلاند. ستيميوليتس بتوتري جلاند تو اكسكريت أنتي دايوريتيك هرمون. الهايبوثالامس بحفز وبنشط البيتوتري جلاند عشان تفرز الانتي دايوريتيك هرمون. انتي دايوريتيك هرمون كوز كيدنز. ايش اهميه الانتي دايوريتيك هرمون؟ بعيد امتصاص الماء اللي بينزل مع ايش؟ اللي بينزل مع البول. انتي دايوريتيك هرمون كوز كيدنز تو ري ابسورب، يعيد امتصاص الماء. تو ري ابسورب ووتر. ثيرست كوزز هيلثي بيرسون تو درينك فلويد. العطش طبعا بيخلي الانسان العادي الصحي يشرب ميه. الاحساس بالعطش بيحض الانسان على شرب ايش؟ الماء. When sodium in extracellular fluid is reduced, water flows from the extracellular fluids into cells causing cellular edema. قلنا وين تركيز الاملاح؟ اذا كان تركيز الاملاح في الانتراسيلولار الماء بيجي من الاكستراسيلولار للانتراسيلولار وهذا بيعمل سيلولار اديما، بيزيد الماء في الخلايا. لو كان تركيز الاملاح في الاكستراسيلولار اكثر من الانتراسيلولار الماء بينتقل من الانتراسيلولار للاكستراسيلولار فلويد مما ينتج عنه نقص الماء في السيلز. ادرينال جلاند سكريس الدوستيرون which triggers kidneys to increase the amount of sodium reabsorb. في هذه الحاله الادرينال جلاند الغده الفوق كلويه ادرينال جلاند بتفرز الالدوستيرون، هرمون اسمه الالدوستيرون. ايش اهميه الالدوستيرون؟ تريجرز كيدنز
بحفز الكلية انها تعيد امتصاص الصوديوم. ادرينال جلاند سكريت الدوسترون which triggers kidneys to increase the amount of sodium reabsorbed. When the missing sodium is replaced in the extracellular fluid, excess water moves back to the extracellular fluid and edema is relieved. لما الصوديوم اللي انفقد بتم تعويضه في الاكستراسيلولار فلويد فاكسس ووتر موفز باك تو ذا اكستراسيلولار فلويد اند اديما از ريليف وبتقل الاديما في الخلايا. يبقى لو الصوديوم قل في الاكستراسيلولار المي بتنتقل ايش؟ من الاكستراسيلولار للخلايا الانتراسيلولار للسيلز وهذا بيعمل اديما. لما بنعوض بعض الانسان صوديوم بصير ايش؟ الماء يعود ها لا الاكسترا سيلولر فلويد والاديما اللي في الخلايا بتقل. Amount of water used varies depending on كمية الماء المستخدمة تختلف من انسان الى اخر، يعتمد تعتمد على الايج والسايز والاكتيفيتي والانفيرومنتال تمبرتشر والفيزيكال كونديشن. سؤال امتحان يمكن يجي في التمرين. يبقى amount of water varies كمية الماء اللي بياخذها الإنسان تعتمد على الإيج العمر السايز اكتيفيتي انفيرومنتال تمبريتشر في الحر الحرارة عالية اشرب مي أكثر فيزيكال كونديشن الوضع العام للجسم أو الحالة الصحية بمعنى آخر. Average adult requirement is 1 milli for every kilo calorie in food consumed. يعني معدل انه الانسان البالغ بيحتاج لواحد سنت او واحد ملي اوف ووتر لكل كيلو كالوري من الطعام اللي بيتم استخدامه في التمثيل الغذائي او تجرى عليه عمليه التمثيل الغذائي. How many glasses of fluid would be required for an adult eating 1800 كيلو كالوري في اليوم؟ قديش الانسان اللي بياخذ 1800 كيلو كالوري في اليوم كم ما قديش بده مي في اليوم؟ قلنا 1 ملي لكل كيلو كالوري، يبقى واحد ضرب 1800 بيعطيك 1800 اللي هو سي سي. طيب لو بدنا نشوفهم بالجلاسز بالكاسات الجلاس، كل كاسه فيها 240 اونس، يبقى 1800 على 240 بيطلع ايش؟ 7.5 جلاسز في اليوم، يعني 8 كبس. 8 كبس. ثمان كاسات في اليوم. طيب مين بيحتاج اكثر للماء؟ يوث الانسان في مرحله الشباب، فيفر الانسان السخنان، دياريا الانسان عنده اسهال، unusual perspiration العرق بشكل غير عادي، and hyperthyroidism زيادة عمل الغدة الدرقية increase the requirement. وهذا سؤال برضه مهم وسؤال امتحان. يبقى what are the factors that increase requirements of water youth الشباب او في مرحلة الفتوة والشباب، فيفرش فيفر الناس اللي عنده سخانة، دياريا unusual perspiration عرق غير عادي، hyperthyroidism increase the requirements. نيجي لموضوع الديهايدريشن. dehydration amount of water in the body is inadequate. ايش بنقول عنه جفاف؟ ايش بنقول عنه جفاف؟ لما كمية الماء اللي في الجسم بتكون غير كافية. caused by inadequate intake or abnormal loss. هذا ناتج عن كمية الماء اللي في الجسم غير كافية، ينتج عن انه هو بياخذ كمية الماء اللي بياخذها غير كافية او في عنده فقدان غير طبيعي للسوائل. يبقى نقص السوائل في الجسم ينتج يا اما كمية الانتيك inadequate كمية الماء المأخوذ بالفم غير 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 كافية، او بتم فقدان كثير من الماء or abnormal loss can occur from فقدان الماء عن الحد الطبيعي بتم في اي الحالات. الانسان بيفقد السوائل في دياريا هذا مهم،
دياريا، فوميتينج، هيموريج، دياريا سهل، فوميتينج قيء، هيموريج نزيف، بيرنز حروق، ديابيتس، ديابيتس مليتس، شنو عرض الديابيتس؟ بولي يوريا وبولي ديبسيا وبولي فيجيا، بول كتير، ديابيتس مليتس، اكسسيف برسبيريشن، زيادة افراز العرق، اكسسيف يورينيشن، زيادة التبول، اور ذا يوز اوف سيرتن ميديكيشنز، استخدام بعض الادوية زي such as diuretics زي مدرات البول. هذه ايش؟ اسباب فقدان السوائل. يبقى هذه الناتج يا اما decrease intake او increase loss. وقلنا ايش ايش الاشياء والظروف والمناسبات والمشاكل الصحية اللي بتنجم عنها فقدان السوائل. Symptoms of dehydration include ايش اعراض الديهايدريشن؟ لو بلاد بريشر، انخفاض الضغط، ثيرست العطش، دراي سكن، جفاف الجلد، فيفر اند منتال ديسورينتيشن، الارتباك العقلي. يبقى اعراض الجفاف لو بلاد بريشر، انخفاض الضغط، ثيرست العطش، دراي سكن، فيفر اند منتال ديسورينتيشن، ارتباك وتشويش اللي هو العقلي. As water is lost, electrolytes are also lost. لما يفقد الماء بتفقد السوائل. Treatment involves replacement of electrolyte and fluids. العلاج dehydration تعوضه، تعطيه الكترولايت وتعطيه سوائل. طيب ايش لو واحد اجاك على المستشفى ويعاني من جفاف شديد، ايش اول حاجة بعطيله؟ ايش النوع المحلول؟ المحلول اللي هو نورمال صلاين، نورمال صلاين، محلول ملح. بعد ايش بعطيه؟ رينجر، الرينجر في الكترولايت، وبعد ايش زي اللي هو جلوكوز ملحي او الى اخره. لكن اول حاجه ببدا فيها اللي محلول الملح، وبعد ايش بعطيه؟ رينجرز او دكستروز صلاين. عشرة في المية لوس كان كوز سيريس بروبلمز، يعني لو انسان فقد 10% من السوائل هذا بعض المشاكل صحية. بلاد فوليوم اند نيوتريانتس ابسوربشن ار ريديوسد اند كيدني فانكشن از ابسيت. مع الديهايدريشن ايش مخاطر الديهايدريشن؟ لو فقد 10% بيعمل له سيريس بروبلمز. البلد اللي هو الدم الضغط بوطى او حجم الدم بقل، وامتصاص السوائل بتقل، والوظائف الكلى بصير فيها خلل. 20% كان كوز سيركيوليتري فيلر اند ديث. لو فقد 20% او اكثر من السوائل ممكن هذا يعمل عنده فشل او هبوط في الدوره الدمويه ويؤدي للوفاة. Infants are at high risk for dehydration when fever, vomiting and diarrhea occur. الأطفال أكثر عرضة للمخاطر من الجفاف لما بكون عنده سخانة، فيفر أو vomiting أو السال. ليش؟ لأن الطفل 70-80% من وزنه ماء. تريتمنت لعلاج الجفاف قلنا نعطيه IV fluids، وقلنا في normal saline ثم رينجر ثم other fluids. Third sensation lags behind the body needs for water. العطش طبعا احساس بالعطش يقف وراء اللي هو احتياج الانسان. ايش اللي بنم على الانسان احتياج الانسان للووتر؟ انه بعطش. First sensation lags behind the body's need for water especially in the elderly، وخاصة في كبار السن. Children الاطفال، athletes اللي هو رياضيين، and الناس المرضى. يبقى الاحساس بالعطش هذا بقول احساس الانسان بالعطش يعني معناته كلام ايش؟ في حاجه للماء، خاصه الالدرلي والتشلدرن والاثلس اند ذا ال والناس المرضى. Feeling thirsty is not a reliable indicator of when the body needs water. الاحساس بالعطش لكن مش هو المؤشر الرئيسي الموثوق فيه اللي يعتمد عليه في تقييم احتياج الانسان بالماء. Fluids should be drunk throughout the day to prevent dehydration. لازم الانسان يوصل سوائل على مدار اليوم، drunk تشرب على مدار اليوم لمنع الجفاف. Health history reveals لو الانسان مع وصف السوائل او ما خدش السوائل عند الاحتياج
هذا ممكن يعرض له أربع مشكلات أو أربع مراحل من المرض: health heat fatigue, heat cramp, heat exhaustion and heat stroke. Failure to replace water lost through perspiration could lead to one of the four stages of heat illness. المشاكل المرضية المتعلقة بالحرارة: heat fatigue, heat cramp, heat exhaustion, heat stroke. إلى اللقاء في محاضرة ثانية نقف عند Science of Dehydration اللي هو صفحة 50، وإن شاء الله المحاضرة الجاية بنستكمل موضوع الفلويدز أو الووتر والإلكترولايت إمبالانس. شكرا لكم، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة في القريب.